كما الأبطار. في يوم جاني خبر قصرتنا حائر 4 ليالي ودمي يحترق بالنار. قالوا لي انقت وفى صاحب الباهر ومات ابو بكر ذاك الشاجع المغوار. قفي ذاك المات الشاعر رفاد زايد محمد الغباري ألقاه تعدية بعد وفاة المقتول بإذن الله العقيد الركن المناضل محمد ناصر محمد الغباري. إلى حين فايز أبو شمس عدتا أبو خليل عبد فرحان وإيقا حاز بيد عبد فرحان. تسجيلات الفايز أبو شمس دمار خطر حدا جوار مبنى المحافظة. Oh!
بد لي ما حمد الله ربي القادر وأشكره وأحمده وأزيد أستغفر يا حي قيوم لك فأخو علي صابر ما دام وأنت الذي بتقسم الأقدار أرجوك وأتوسلك بالستر يا ساتر أنت رحمه يا إلهي رحمة الأبرار أرجوك وأتوسلك بالستر يا ساتر أنت رحمه يا إلهي رحمة الأبرار وانزل علينا السلاء والنور يا غافر واجعل مقره بنورك كل يوم انوار فعز يا ولادها الاول مع الاخر عظم بها اجركم يا خيرة الاغمار الطيب الطاهر محمد المصطفى صلوا على المختار التواصل مع فائز الشمس على هاتف 771-699-4090 او 711-150-490 يا غبن قلبي غبن بعد العبد نبراس اليمن عقيدنا الركن المعنون بالوفاء دنيا ودين قلبي على قدحن ودمعي بعد بي في الخدشن وكيف ما احزن على ذي كان لي شامخ زبين زامل الكلمات بكر محمد ناصر محمد الغباري من اهالي الكومين قبيلة الحذا الزامل تعدية بعد وفاة والدها المقتولة باذن الله العقيد الركن المناضل محمد ناصر الغباري بعنوان فراق الاب Yeah.
وكيفك.